والتنفيس عن المسلم والترويح إذا كان بالمباح وقصد العبد به القربة أجر. وهكذا بالنسبة للزوجة والأولاد، فالسفر بهم والترويح عنهم دون وقوع المحظور فلا شك أنه من القربة إذا قصد الإنسان به مرضاة الله عز وجل. وإذا وسعت على أهلك ومن ولاك الله أمره وسع الله عليك، وإذا أدخلت السرور على والديك وإخوانك وأخواتك وقرابتك أدخل الله السرور عليك. ولذلك تجد الأب الذي يأخذ أبناءه وبناته ويفرحهم ويتعاهدهم في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة، تجده موسعا عليه من الله عز وجل. وتجد الذي يضيق على أولاده ويضيق على من ولاه الله أمره ويكبتهم ولا يروح عنهم، تجد أموره والعياذ بالله مضيقة والهموم عليه من كل حدب وصوب. نسأل الله السلامة والعافية، وما ربك بظلام للعبيد. فهذه الأمانة التي استودعك الله إن أدخلت السرور عليها، خاصة إذا سافر الإنسان بهم إلى مكة أو جاء بهم إلى طيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد بذلك أن ينالوا أجر الطاعة والقربة، فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. فهذا كله مما يحمد ويذكر ويعظم فيه الأجر للإنسان وعليه يشكر. فيحرص المسلم على إدخال السرور لأن هذا من الرحمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وكل ما تنفقه من المال وكل ما تخسره فإن الله يرده عليك ويخلفه عليك. ولا خير في المال إذا كان الإنسان يحبسه عن ذي رحم يحتاج إليه. فإذا وسع الله على الإنسان فوسع على من وليه والله الله أمره، وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. ولكن كل هذا في الحدود الشرعية، أن لا يبدخ الإنسان وأن لا يكون ذلك مؤديا ومفضيا للوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. والله تعالى أعلم.